رب العالمين په سورة النحل کې د یو کلی مثال ذکر کړی دی، وضرب الله مثلا قرية، الذي كلي مثال ذكر كده بعض مفسرين ودي كلي مراد مكة كانت آمنة، دي كلي كي أمنو مطمئنة خمطمئن جون بك خلقو تيرو، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أو ده هر زين براخ رزق ودي كلي تراتو، دي كلي ولا رزقهم دير براخو. فكفرت بأنعم الله، ده الله ده نعمتوننا شكريوك، ده الله ده نعمتوننا إنكاروك. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله وتذل الوقي جامو ورواتش ولا او ديري جامو وتورواتش ولا نكو منغ دا غوالو چه زمان پالاقو كي دي امن رش او زمان رزقون دي پراخشي نو طريقه سدا دا الله شكر ادا كول او شكر ادا كولو يو لوية طريقه دا دا چه دا الله بندگي دي وكرش يك يوازي دا غرب بندگي دا غصر بسوك شريك كي نپا عبادت كي او پاغ طريقه سرا پا کم طريقه باندي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم قولي.